بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الامتحان الخامس من امتحانات كتاب The Exam، الكتاب اللي نزل من المعاصر اللي فيه 20 امتحان. الامتحانات اللي فاتت كلها هتلاقيها في الوصف، وهتلاقي في كل فيديو هتفتحه من فيديوهات الامتحانات دي هتلاقي فيه رابط للامتحان ده الكتروني، ممكن تحله زي ما انا بحله الكتروني كده. بسم الله. اول سؤال: It's a great responsibility to a country. من المسؤولية العظيمة انك تعمل ايه في الدولة؟ rule يعني يحكم، اكيد هي دي. مس يعني يفوت او يفوت يعني، سولف يحل، وبريفيل يعني يعم او ينتشر او يسود. الجمله معناها من المسؤوليه انك انت تقود او تحكم دوله، يبقى رول. After walking in the fields for a long time، بعد المشي في الحقول فتره طويله، we hurried home، احنا اسرعنا للمنزل، before it dark، قبل ما الدنيا تصبح مظلمه. انت عارف ان يصبح مظلمه اسمها get او become او be dark، هنا في الاختيارات جاب لك gets، فgets dark يعني تصبح مظلمه. من الملحوظات اللي في الجملة دي يا شباب كلمة fetch، تعال نكتبها كده سريعا. كلنا طبعا عارفين ان كلمة bring معناها يحضر، وعندك كلمة fetch دي مش معناها يحضر، معناها يذهب ليحضر. تخيل معايا الموقف كده، وده اعتقد اسهل موقف ممكن اوضح بيه. انت دلوقتي في السوبر ماركت، مامتك بتكلمك في التليفون، هتقول لك don't forget، ما تنساش يعني، to bring، ما تنساش تجيب لنا معاك some bread، ما تنساش تجيب لنا معاك خبز. لاحظ ان هي قالت لك برينج لانك انت اصلا هناك هتجيب وانت جاي، فهو مشوار واحد كده. طيب، لكن لو مامتك بتقول لك روح خد فلوس وروح السوبر ماركت هات خبز وتعالى، فانت كده قدامك مشوارين، فانت دي بقى عنها اسمها يذهب ليحضر. يذهب ليحضر دي اسمها فيتش، فمامتك هتقول لك فيتش سام بريد، سام بريد، فيتش سام بريد معناها احضر بعد الخبز، يعني روح هات عيش وتعالى. لكن برينج انت اصلا في السوبر ماركت هتجيب العيش وانت جاي. طيب نرجع بقى للأسئلة بتاعتنا تاني. رقم 3: أحمد A an English course last month before traveling to England. بقولك قبل ما يسافر إنجلترا هو عمل كورس. لاحظ إن هو كده كده هيجيب لك الجملة الأولانية ماضي، وأنت عارف إن المصطلح أصلا اسمه do a course، يبقى number C did a course. بعد كده after the operation، بعد العملية، the doctor gave him some medicine to his pain. الدكتور اعطاه بعض الدواء لكي يعمل ايه في دواء في المه. طبعا كلمه تشالنج تحدى، كول يعني يهدئ من، ومعناها بارد طبعا وكده، سبورت يدعم، وكات يقطع، اكيد تو كول هيز بين. وتعالى ما نروح على الملحوظات كده، اكتب لك ملحوظتين كده. دي ممكن نستخدم ثلاث خيارات وكلهم بنفس المعنى. الاولاني انك تستخدم كلمه كول، كول هيز بين يعني يخفف من المه. الثاني اللي هو اسمه ريليف، ريليف هيز بين يعني يخفف من الم. والثالث اللي هو كلمه ايز اللي احنا عارفينها اي اي اس اي اللي معناها سهوله ويسر كده، ايز. الثلاث كلمات دول كان ينفعوا نستخدمهم هنا. وخد بالك في مصطلح اسمه بوت سامون، سام وان ات هيز ايز، ركز لي على ات دي كويس، ات هيز ايز. لكن لما تقول لي ويز ايز، ويز ايز دي بتساوي كلمه ايزلي، بسهوله. يبقى عندك تعرف كده كول وريليف وايز، الثلاثه معناهم يريح او يخفف. put someone at his ease يعني يريح شخصا ما، يريحه كده ويخلي اعصابه مرتاحه. with ease يعني يعمل شيء بسهوله. تعال نكمل تاني في اسئلتنا. the snake's bite made him for some time. لدغه الثعبان جعلته لفتره من الوقت. unselfish يعني غير اناني. dishonest يعني غير امين. disappointed محبط. unconscious يعني فقد للوعي، دي بتساوي كلمه lose conscience. don't continue working without taking a rest، ما تشتغلش كده وتستمر في شغلك من غير ما تاخد راحة، or you will be exhausted، ولا هتتعب. الانتونيم بتاع كلمة continue، continue يعني يستمر، بتساوي كلمة last يعني يدوم أو يستمر، بتساوي كلمة go on يدوم أو يستمر، stop يتوقف، هي دي أكيد يتوقف عكس يستمر زي ما هو عايز. don't interrupt your sister while studying، لا تقاطع أختك بينما هي تذاكر. الكلمة اللي بتساوي كلمة interrupt اللي معناها يقاطع أو يزعج، اللي هي كلمة disturb اللي معناها يقاطع أو يزعج. طبعا انت عارف ان confess يعترف، adopt يتبنى، لكن adapt يتكيف معه، وadapt حرف الجر معاها to. most of my clothes are made cotton، معظم ملابسي مصنوعة من القطن، فطبيعي شكله ما تغيرش، فالمفروض نقول of. في الاختيارات ما جابليش اصلا of، هو جاب لك مكانها out of، فmade of وmade out of الاثنين بنفس المعنى، الاثنين صح. her phone call we wouldn't have known، ما كناش هنعرف الحقيقة. انا عايزك تعرف او تاخد بالك في الجملة دي، الجملة المفروض كان مكتوبة بالمنظر اللي هكتبه لك دلوقتي ده.
انا عايز اقول لك لولا الاتصال ما كناش عرفنا. فانا ممكن اكتبها لك باكتر من شكل. الشكل الاولاني ان اقول لك if she hadn't called، لو هي ما كانتش اتصلت بينا، we wouldn't have known the truth. The truth دي اول حل. الحل التاني انك تحذف if وتحط مكانها if it weren't for، if it weren't for، بس ده لو الحالات التانية. او انك تقول if it hadn't been for، بس ده لو الجملة في الحالة التالتة. وانا لما شفت الجملة دي يا شباب لقيته هنا جايب لي hadn't called يعني ماضي تام، والناحية التانية would have والباست participle يعني معنى كده ان الجملة حالة تالتة. فبالتالي هقول if it hadn't been for her call، لولا مكالمتها، ونكمل الجملة. طيب بدل if it hadn't been for ممكن نستخدم but for، وممكن نستخدم برضه without بنفس الشكل ونفس التركيبة. يعني هتقولي but for it her call، هنا her call معناها مكالمتها، لكن هنا في الجملة اللي أنا عملتها if she hadn't called، كلمة call يعني يتصل، ما أنت عارف إن call يتصل ومعناها مكالمة، اسمه فعل. فأنا ممكن أقول لك بقى، طبعا دي حالة تانية مالناش دعوة بيها دلوقتي، if it hadn't been for her call but for her call without her call، كل دول ينفعوا. طيب جملتنا جايب لي فيها مين بقى؟ her phone call we wouldn't have phone، ده حالة تالتة. فأنا عايز but for أو without. طيب أنا عايز أخد كلمة unless هنا في الجملة دي، ينفع؟ أه ينفع، بس هتقول لي unless she had called us. الناس اللي بتسألني الفترة دي يا مستر هو ده وقت امتحانات حضرتك، الحل أفضل طريقة للمراجعة. الناس اللي تمسك كتابها وتبدأ تقرأ في الكلمات تقرأ في القواعد، أنت كده تضحك على نفسك، أنت ما تراجعش. أنصحك نصيحة كده لله، حل أكبر قدر من الامتحانات في يوم المراجعة، لانك انت وانت بتحل امتحانات، الامتحان فيه افكار من كل وحده، فانت بتعرض للوحدات كلها في نفس الامتحان، فالدنيا بتبقى اوضح بالنسبه لك. فالحل هو الحل يا شباب. بعد كده بيقول لي a new edition of that dictionary، في نسخه جديده من القاموس ده 2 weeks ago، منذ اسبوعين. ابو ماضي بسيط فانا هستبعد has وهستبعد had been publishing، دي هستبعدهم. انا عايز ماضي بسيط فالاثنين دول ينفع افكر فيهم. was publishing يعني كان ينشر، was published نشر، والقاموس نشر يبقى was published. بالمناسبة انت ممكن تقول حاجة من الاثنين هنا، ممكن تقول a new copy of the dictionary was published يعني نشرت، وبدل was published ممكن نستخدم كلمة came out، بس انتبه ان came out دي ما تجيش في المجهول، يعني هي كده لوحدها معناها مجهول، ما تقوليش was came out، عايز was يبقى was published. I read a novel which the hero was a young child fought against the tyrant king. بقول لك انا قرات روايه والتي فيها، يبقى in which. لكن انا ممكن اقول لك I read a novel في سياق اخر، يعني I read a novel which was written in 2000 مثلا 3. انا قرات روايه التي كتبت، خد بالك انا بقول لك التي، لكن في جملتنا الاصليه، جملتنا الاساسيه هنا، انت بتقول التي فيها البطل كذا. طيب بعد كده there is a space in the car for you to come with me، هناك مساحة ايه في العربية بالنسبة لك ممكن تيجي معايا، فالمساحة كده كافية يبقى ينف. لاحظ ان تو ممكن نفكر فيها مع تو، لكن انت لو قلت لي تو فلازم تجيب بعدها صفة، لكن انف بنجيب بعدها اسم، وانتبه دي كويس. انت بتقول لي تو، ممكن اقول لك my car is مثلا is big enough، big enough يعني كبيرة بالقدر الكافي. لاحظ انك انت جبت لي صفة وبعدين enough، لكن في الجمله اللي احنا بنحل فيها دلوقتي بيقول لك ايه انف في الاول وبعدين جاب لك بعدها سبيس يعني مساحه كافيه، هنا اسم، ولما يكون في اسم فاحنا بنجيب الاول انف وبعد ما نجيب انف بنجيب الاسم. انتبه للتركيبات اللي هي دي عشان بتلخبط. The shopkeeper has customers to have good offers the following week، صاحب المحل ايه العملاء بتوعه ان هم هيكون في عروض المره الاسبوع المقبل. بروميسد وعدهم ان في عروض، ادفايسد نصحهم، وورند حذرهم، اوردرد امرهم، يبقى اكيد المعنى المنطقي وعدهم ان في عروض حلوه. After examining the patient بعد فحص المريض the doctor decided that he must ايه. لاحظ معايا ان must عايزه بعدها المصدر، فخليك واد خربوش. هنستبعد رقم بي لان هنا gets، ده رقم واحد. رقم اتنين انا عارف يا مستر ان انا عندي have، ده لو معلوم يعني، انا راجع القاعده بسرعه كده، have وبعدين المفعول وبعدين المصدر، وممكن هاف مفعول الفعل ونفعله اي ان جي. طب الاثنين في الاختيارات، اخد دي واسيب دي. طيب عارف ان جيت بيجي بعدها برضو مفعول وبعدين تو والمصدر، او ممكن ناخد اي ان جي في الاختيارات الاثنين، ناخد تو ونسيب الثانيه.
ركز معايا ان الاثنين دول في حاله المعلوم. طب نفترض الجمله مبنيه للمجهول، مفيش غير اختيار واحد، انك تستخدم كلمه هاف او كلمه جيت وتجيب بعدهم مفعول وبعدين تجيب الباست بارتيسيبل. الموضوع مش محتاج اي دماغ خالص، الموضوع ده بسيط جدا جدا جدا. طيب انا قدامي هنا بقول لك ان الدكتور نصح المريض او قرر ان المريض ماست هاف هيز ميديسين تو ريبيت. لا، مفيش حاجه اسمها هاف مع تو، فدي مشيت. يبقى كده ايه وبي بقى استبعدناهم. هاف هيز ميديسين ريبيت، لا انت بتقول لي يجب ان يكرر دواءه. يكرر ده مبني للمجهول، فانا عايز هاف وبعدين مفعول اللي هو هيز ميديسين وبعدين الباست بارتيسيبل يعني ريبيتد. هنا في الجمله بيقول لك جيت هيز ميديسين ريبيتد، اهي زي ما اتفقنا هاف وجيت وبعدين ميديسين وبعدين ريبيتد. يبقى المفروض ان احنا نختار نمبر دي. If the waiter knew the order he would have reserved. قاعده اف دي من اسهل ما يكون، would have باست بارتيسيبل، يبقى دي حاله ثالثه. فانا عايز هنا ماضي تام، يعني ماضي تام يعني هاد والباست بارتيسيبل، يبقى هاد هاد. Having not my quiz was marked. قبل ما احل الجمله دي احنا بنراجع فاستحملني. انا ممكن اقول لك having done my quiz، بعد ما عملت الامتحان I slept. ركز، بعد ما عملت امتحاني انا نمت. او having been done the quiz was marked، يعني بعد ان تم القيام به صحح اللي هو الامتحان. طيب ارجع بقى لموضوع جملتي تاني، بيقول لك having ايه my quiz was marked، بعد ما تم القيام به الامتحان صحح. يبقى انت عايز مجهول، يبقى having been past participle، يبقى having been done. طيب القطعه الجميله بقى، at school you have probably had the support of your teachers. في المدارس بيكون انت بتحصل على دعم وتأييد معلميك، your family واسرتك واصدقائك. when you leave secondary school، لما تخلص المدرسه الثانويه وتروح يعني او تنتهي من المدرسه الثانويه، you will start to have responsibility for your own life، هتبقى عندك مسؤوليه حياتك انت بنفسك، هتبقى مسؤول عن حياتك. this means being in control of your time، هتكون مسؤول عن وقتك كله. and also your choice of career، وحياتك واختيارك لمهنتك وكده. however it's important never to forget the values and morals that your family and your school have taught you. برغم ان انت هتكون سبت اسرتك واستقليت، سبت مدرستك وخلصت دراسه، لازم ما تنساش القيم والمبادئ والاخلاقيات اللي اتعلمتها في اسرتك ومدرستك وبيتك. show respect to older people، دايما اظهر احترامك، اظهر احترامك للناس الكبار. but also to your work colleagues، وخلي بقى عندك دم مع الناس اللي شغالين معاك في الشركه او في مكانك، both male and female، سواء رجاله او ذكور او اناث. remember to be tolerant of you of people، خليك كده متسامح مع الناس who are different to you، اللي بيكونوا مختلفين معاك. كن متسامحا مع الناس المختلفين معك، دي اجابه سؤال، انا قرات الاسئله فدي اجابه سؤال منهم. be loyal to all your friends، كن ذات ولاء مع كل اصدقائك. when you are at work، لما تكون في الشغل، make sure that you help and support your work colleagues، اتاكد ان انت بتساعد وبتدعم زملائك. it's good to be ambitious، حاجه كويسه انك انت تكون طموح، but don't envy people who are promoted before you، بس اوعى تكون كده حقود على الناس اللي تم ترقيتهم قبلك. be patient، خليك صبور كده وكيوت. and always work hard، واشتغل باجتهاد، and you will be rewarded one day، وانت كمان في يوم من الايام هيتم تكريمك وترقيتك. when you are not at work، ولما ما تكونش في الشغل يعني انت دلوقتي في البيت، spend some time helping your local community، ساعد مجتمعك شويه، community هو المجتمع اللي انت عايش فيه. this is an excellent way to meet new people، دي طريقه كويسه انك تقابل ناس جدد، and to help improve the lives of others، وانت تساعد في تحسين حياه الاخرين. try to help the poor whenever you can، ساعد الناس الفقراء وقتما تستطيع. most people find that voluntary and charitable work، الناس بتجد ان العمل التطوعي اللي انت بتشتغله من غير فلوس ده، والعمل الخيري، is so rewarding that they are happy to do it، الناس سعداء بالقيام بيه، عشان كده هم شايفين ان هو مجني او مثمر. your school has taught you how to pass your exams، مدرستك علمتك ازاي تنجح في الامتحانات. but it has also taught you to some important values، علمتك بعض القيم والاخلاقيات المهمه اللي هتساعدك whatever career you choose، ايا كان مهنتك اللي هتختارها هتساعدك. the main idea of the passage، بتحكي لك عن ايه القطعه دي. how to be successful after leaving school، من اولها كده how to succeed at your school، ازاي تنجح في مدرستك، ما قالكش تنجح ازاي، ما قالكش ذاكر واعمل. tolerant people lose a lot of their life، يعني الناس المتسامحين بيفقدوا كثيرا، بيخسروا كثيرا في حياتهم. you will be rewarded one day، انك انت ستكافئ في يوم من الايام. هو قال دي في جمله في القطعه، لكن القطعه كلها بيحكي لك ازاي تنجح في حياتك بعد ما تسيب المدرسه.
سؤال تاني، in your future careers، في حياتك المستقبلية ومهنتك المستقبلية، ايه اللي هيدعمك؟ هو قال في القطعة الاخلاقيات والقيم. your family and teachers، لا ده هو قالك هم علموك وربوك وانت هتستقل، بس هم اعطوك قيم وسلوكيات هتحافظ عليها بعد كده وتساعدك، يبقى number B morals and values. السؤال بعد كده، voluntary work is rewarding though although it is، العمل التطوعي عمل مجزي بالرغم ان هو unseen غير مرئي، unpaid يعني غير مدفوع له، يعني بلا مرتب بلا فلوس بلا قيمة، ولا fruitless بلا جدوى او بلا ثمرة، يبقى رقم B unpaid برغم ان هو غير مدفوع من غير فلوس. being A helps you to get on well with other people، انك تكون ايه ده بيساعدك انك تتعامل مع الناس الاخرين، violent عنيف، tolerant متسامح، shy خجول، وashamed خجول، طبعا هنا tolerant يعني متسامح. طب ايه الفرق سريعا بين shy وashamed؟ نرجع للورقة الجميلة بتاعتنا واكتب لك الفرق بين الاثنين. كلمة shy دي، كلمة shy دي معناها خجول بطبعه. طيب امال ايه كلمة ashamed؟ دي معناها خجول بسبب عمل خاطئ هو عمله. على سبيل المثال انت خدت مني الكتاب وضيعته، فانت كده اقول عليك you are ashamed، يعني انت خجول بسبب العملة دي. رقم مثال كمان، انت مثلا ماشي في الشارع خبطت واحد بالعربية، فدلوقتي انت ashamed. لكن لما تكون مثلا اقول لك دينا never talks to strangers، دينا ما بتكلمش الناس الغرباء ابدا، she is shy هي خجولة. shy خجولة معناها كسوفة، بتتكسف، يعني حاجة كده تقدر تقول عليها ايه متربية، متربي يعني شخص كده ما بيكلمش الناس فهو خجول، هو تربيته كده. طيب السؤال اللي بعد كده، remember to be tolerant of people who are، خليك دايما متسامح مع الناس اللي بيكونوا different to your colleagues، الناس اللي مختلفين عن زملائك، يعني زملائك او هم لا او العكس، طبعا ده غلط. similar to اللي هم شكل زملائك يعني، او الناس اللي بيشتغلوا نفس شغلك، برضه ده غلط. انت لازم تبقى متسامح مع الناس اللي هم different to you، زي ما احنا قلنا هنا هو قالها في القطعة people who are different to you. بعد كده رقم 22، young people are likely to become responsible، الشباب بيكونوا اكثر احتمالية ان هم يكونوا مسؤولين امتى؟ before their 8th birthday، after their 18s، after prep school، after primary school. طبعا رقم C ورقم D هنستبعدهم. يا ترى هم بيكونوا متسامحين امتى؟ قبل عيد ميلادهم الثامن، يعني قبل ما يبقى عندهم 8 سنين؟ لا طبعا بعد عيد ميلادهم ال 18. طب ايه الفكرة اللي ما قالش كده في القطعة؟ هو قالك في القطعة بعد ما تخلصت تعليمك، يعني انت بيكون عندك تقريبا 18 سنة تعليمك الثانوي يعني، فهي رقم B الاصح. طيب the word A from the passage means the people who live in the same area، معناها الناس اللي بيعيشوا في نفس المكان. انهم ناس بقى responsibility مسؤولية، morals القيم، community المجتمع، colleges اللي هم زملائي اكيد المجتمع، الناس اللي بيعيشوا في نفس المنطقة اللي هي your community مجتمعك. Which of the following can summarize the second paragraph، ايه من دول ممكن تلخص بها البرغراف التاني؟ في البرغراف التاني ادي الاولاني لحد هنا كده، وبعدين البراجراف الثاني بدا من هنا كده. انت بتعرف البراجراف منين؟ من النص الانتندد سبيس دي، الحته دي كده معناها ان ده براجراف. هنا برضو سايب حته صغيره فاضيه كده فده براجراف. show respect to older people but also to your work colleges، خليك متسامح مع الناس اللي في بلدك والناس الثانيه. المهم في القصه دي كلها كده بيحكي لك ازاي تبقى متسامح مع الناس، يعني بعد كده بكلمك كيف تتعامل مع الاخرين. تعال بقى نشوف السؤال، the rules you have to follow at school، القوانين اللي تتبعها في المدرسة لكي تنجح. لا هو كده بتكلم لك على بعد المدرسة. the instructions which you have to obey at your community، التعليمات اللي انت لازم تتبعها. التعليمات لا هو ما لكش يمشي يمين وما تمشيش يمين ومشي الناحية دي ما لكش. how to deal with your colleges، ازاي تتعامل مع زملائك في العمل. ولا some tips help you stay healthy، انك تبقى صحيح البدن، ما تكلمش عن الاكل والشرب، يبقى الاجابه رمبر سي، ازاي تتعامل مع يور كوليدجز، مع اصدقائك او رفاقك في العمل. بعد كده رقم 25، ذا بيست تايتل فور ذس باسج، افضل عنوان ممكن نحطه للقطعه دي. ده سؤال على القطعه الثانيه اكيد. بيقول لي فور اولموست، طبعا القطعه الثانيه خلصنا الاولاني، فور اولموست 800 ييرز، منذ تقريبا 800 سنه، شيلينغهام كاسل هاز بين ذا هوم تو جوستس،
القلعة اسمها شيلينغهام، دي كانت بيت أو موطن الأشباح of all different types، من كل أنواع الأشباح. In the early 18s visitors to the castle reported seeing، الناس اللي كانوا بيزوروا المكان ده بدأوا يقولوا ان هم شافوا ghosts of a little boy، شافوا شبح لطفل صغير. They gave him the name Blue Boy، سموه Blue Boy الولد الفتى الأزرق، because he was always seen wearing blue clothes، لأنه كان دائما بيظهر قدام الناس وهو لابس ملابس لونها أزرق. And surrounded by blue light، وحواليه ضوء لونه أزرق. Late in the 1920s workmen fixing a wall in an unseen bedroom had an unpleasant surprise، الناس اللي عمال اللي كانوا بيشتغلوا في غرفة من الغرف في في القلعة دي شافوا مشهد غير صار. While working، أثناء العمل، they discovered the bones of a small child، اكتشفوا عظام طفل صغير wearing blue clothes، كان لابس ملابس زرقاء، مدفونة within the wall، مدفونة في الحائط. Interestingly after these remains، الحاجة الغريبة ان بعد الإصلاحات دي after these remains، بعد البقايا الطفل ده ما تم دفنها في local cemetery، في المدافن اللي في المكان ده، يعني هم طلعوا الجثمان من الكسل وخدوه طلعوه بره وحطوا الجثمان ده في المقابر مع الناس. The ghost boy was never seen again، لم يرى هذا الفتى بعدها، يعني الولد اختفى من بعد ما اتدفن في المقابر. Another ghost has، طبعا القطعة كلها رعب، اوعى تكون انت بتسمعني بالليل. Another ghost that has been seen، شبح اخر تمت رؤيته في الكسل، in that lady of a lady Mary Berkeley، واحدة اسمها lady Berkeley، she died alone، ماتت لوحدها في القلعة after her husband left her from another woman، يعني الولية ديت كانت متزوجة وزوجها سابها وراح لواحدة تانية فهي موتت نفسها. People have heard the sound of her dress rustling as she walked by، يعني الناس كانوا بيسمعوا، الناس اللي بتدخل الكاسل دي بيسمعوا صوت السيدة دي وهي في المكان، وبيسمعوا صوت خشخشة كده خرفشة كده بيعملها الفستان بتاعها. Also the white lady، وكمان السيدة البيضاء، who is supposed to be the ghost of a woman poisoned، المفترض ان هي تكون شبح لسيدة مسمومة to death، يعني تم وضع السم لها لحد ما ماتت. Many years ago she has been known to go up to people ask for drink، بتطلع قدام الناس تطلب منهم مشروب يشربوا تشربوا and then disappear، وبعدين تختفي. Instead of avoiding Chillingham Castle، بدل ما الناس تتجنب المكان ده، it has now turned into a tourist attraction، اتحول المكان ده ولا يتم استخدامه بشكل تاني خالص، أصبحت واحد من الأماكن السياحية. Visited by thousands of people every year، بيزورها آلاف الناس كل يوم أو كل سنة. Some just tour the grounds and eat in the castle، بعض الناس بيلفوا في المكان وبيأكلوا في القلعة أو بيأكلوا في غرفة تناول الشاي. But others actually stay in the castle itself، وناس تانية بتقعد جوه في القلعة وبتبلطج يعني. For those people who want a more special experience، الناس اللي عايزة خبرة أو تجربة مختلفة عن كل التجارب دي، the castle hosts weddings، القلعة بتستقبل أفراح، concerts حفلات، operas and fairs regularly to make Chillingham castle their home، الناس بيعملوا حفلات وبلطجة في المكان وخدوها موطن ليهم. Chillingham castle has also been used as a background location for movies and TV shows، بدأوا يصوروا فيها أفلام ومسرحيات والدنيا باظت. أول سؤال، the best title for this passage is، العنوان المناسب هنا friendly ghosts، الأشباح الودودة، the castle of ghosts، أكيد هو ده the castle of ghosts، عمال يحكي لك عن ghosts من ساعتها. أول سؤال بولي، after being buried، يعني بعد ما تم دفن، the blue boy was never seen، الولد الأزرق ده لم يرى أبدا. People heard Mary's dress rustling، the white woman asked the ghost، هو ما حكاليش عن دفن المرأة هو ولا الوايت كوست، هو بيحكي لي عن دفن الولد اللي كان لابس أزرق، يبقى the boy was never seen، هو لم يرى. الفكرة اللي فيها ان الشبح كان موجود مع الجثمان، فلما نقل الجثمان ده حطوه في السيمنتري انتقل الشبح معاه، يبقى فعلا نمبر A لم يرى. The last paragraph can be summarized، آخر paragraph اللي هو instead of avoiding، بدل ما الناس تتجنب المكان ده لان في أشباح، بدأ الناس يستخدموه وبدأ يعملوا فيه حفلات وبقت مكان سياحي. المهم أفضل، أو القطعة دي بتحكي عن إيه؟ It was amazing to have wedding and concerts in Chillingham Castle، كان شيء مدهش أن يكون في حفلات وكده. Chillingham Castle is best used now، طبعا الأولى دي فعلا كان في wedding concerts، وكان في طبعا رقم سيان السبعدة أنه تم تجاهلها، دي مش موجودة. It was interesting to make movies in، أن احنا نعمل أفلام، رقم بي
لا رقم دي ورقم ايه الاثنين موجودين، لكن رقم بي اعم، هو لك از بيست يوزد ناو، بيتم استخدامها بشكل افضل الان، يعني بيعملوا فيها افلام ومسرحيات وحفلات زفاف، كل القصه دي رقم بي الاعم. Ghosts were mentioned in the passage. كم جوست تم ذكره في القطعه ديت؟ طبعا السؤال ده يا شباب هو ذكر لي كم جوست، الاولاني الولد الازرق، والجوست الثاني كان اللوليه دي اسمها ايه؟ ماري بيركلي، والجوست الثالث اللي هو الوايت ليدي، يبقى كده ثلاثه 3 جوستس. بعد كده بيقول لك on the contrary Shillington Castle has become a very eerie place. على النقيض القلعه دي اصبحت مكان سكيري مرعب، لا ما بعدش مرعب خلاص، فيرفول مخيف نفس المعنى، فالمفروض نستبعدهم مع بعض، ايزوليتد منعزل، فاسينيتنج يعني اصبحت مكان عظيم او مدهش، يبقى رقم بي فعلا. Ordinary people may drink tea in the castle but braver people may in it. الناس العاديين ممكن يشربوا شاي في الكسل، لكن الناس الشجعان ممكن ايت ياكلوا تور، يعني ياخدوا جولات، ستي يقيموا، اكيد هي دي يقيموا يبقوا. حتى هو قال لك هنا people who want more social castle host، قال لك هنا اهو but others actually stay in the castle، يبقى stay. طيب بعد كده بيقول لك the writer thinks that we should، الكاتب ده بيعتقد ان احنا يجب ان change our perspective of bad things to be positive، نحول من 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 اتجاهاتنا ناحيه الاشياء السيئه ونخليها ايجابيه. اه فعلا change our positive، نحول الايجابي لسلبي. طبعا لا، ما نهتمش بوجهات النظر ولا ما نهتمش بآراء الآخرين. طبعا رقم C ودي نفس المعنى، يبقى الإجابة رقم A. بعد كده the author implies that burying the bones found in the wall، المؤلف بيقول لك ان دفن العظام الموجودة في الحائط put the ghost to rest، ريحت الجوست الشبح، made no difference، لم يحدث أي تغيير. طبعا هي أحدثت لأن كان في شبح، ولما اتدفن ما بقاش بيظهر. a scary action، كان حدث مخيف، caused many problems، سبب مشاكل، لا put the ghost to rest، لان الولد لم يعد يظهر بعدها. الترجمة اول واحدة بيقول لك it's been expected، الترجمة الصحيحة رقم C، من المتوقع ان يتم انشاء مستعمرة صناعية كليا في الفضاء. اول واحدة من المتوقع ان يتم انشاء منظمة، طبعا هو ما قالكش منظمة، هو قال لك هنا كولوني اللي هي راحت فين، كولوني اللي هي مستعمرة، والتانية برضو مؤسسة غلط لانه قالك مستعمرة، والتالتة من المتوقع ان يتم انشاء مستعمرة علمية، ما قالكش علمية، قالك artificially يعني صناعية. الجملة رقم 34 sports is sports competitions، دي ترجمتها رقم باء اللي هي رقم بي، هي اصبحت المسابقات الرياضية طريقة فعالة للتعبير عن الوطن. المهم اول واحدة اصبحت المسابقات الرياضية طريقة مفعلة، مفعلة يعني activated، هو انا بقولك have become an effective يعني فعالة. ورقم C أصبحت المنافسات الرياضية طريقة فعالة للتعبير عن المواطنة في العالم الأولمبية، كل دولة تحاول أن بجد أن تقوي علمها، ما قالكش تقوي علمها، أنك إيه tries hard to raise its flag، أن ترفع علمها مش علمها، ولا كانت علمها برضو زيها. المهم يبقى هنا كلمة تقوي الغلط، ودي علمها برضو مش علمها. طيب الاخيره اصبحت طريقه فعاله للضغط على الوطنيه، طبعا الضغط دي برضو غلط، يبقى الاجابه رقم دي اللي صح. من الضروري زراعه الاشجار في كل مكان فتساعدنا، الاجابه الصحيحه هنا رقم اي. طب رقم بي غلط، هنا بقول لك في الجمله من الضروري، يعني الجمله كده مضارع، انه يكون من الضروري، فتبقى المفروض اتز، هنا عاملها لك ات ووز، يبقى دي غلط. ثانيا هنا قال لك زي هيلبد، بالرغم ان في الجمله قال لك فهي تساعد مضارع، وهنا قال هيلبد، فدي غلط. رقم C it is necessity غلط، المفروض كنا نقول حاجه من اثنين، يا اما it is necessary يا اما it is a necessity، واللي بعدها برضو it is necessarily برضو ظرف، وده غلط، احنا المفروض نقول it is ونجيب بعدها صفر، يبقى كده الاجابه رقم A اللي صح. 36 اجابتها الصحيحه رقم A. طيب الباقيين غلط ليه؟ the use of modern technology in all the topics، طبعا topics غلط، هو بيقول لك المجالات يعني fields، and appreciatively leads، طبعا المفروض ان هي تقود او تؤدي بشكل فعال، المفروض ان الفعل الاول وبعدين الظرف، يعني كده كده على بعضها غلط. اللي بعد كده بقى نمبر سي، قلناها رقم دي، the use of modern technology in all fields and effectively led to the development of our national economy and achieved economical growth، بداية يعني المفروض تبقى economic growth، ثانيا achieved ماضي، برغم ان هو في الجمله قال لك تحقق، يعني كل جمله طلع منها خطا واحد واكتفي بيه يبقى الجمله غلط. يبقى احنا كده قلنا ديت
استخدام التكنولوجيا دي قلنا رقم ايه اللي قلنا صح؟ The use of modern technology in all the fields and effectively leads to أو leads effectively to development of our national economy and achieving economic growth. يبقى رقم ايه اللي صح زي ما اتفقنا. بعد كده رقم 37 الرايتنج is the last اخر باراجراف في المقال ده الكونكلوجن او كلوزنج in an email the a line in which where you type what الايميل ده عن ايه يبقى في سبجكت على طول طبعا السؤال ده مكرر 39 ايه الباراجراف اللي تم عمل البنكتويشن بشكل سليم ليه في دول اول واحد people smoke for a variety of reasons وبعدين هيذكر لك الاسباب يبقى احنا محتاجين نقولهم فعلا because they are shy كما المفروض ان في كما هنا عشان اقول لك خجول او متعصب او كذا فالمفروض ان في كما فدي باظت الثانيه رقم بي people smoke for a variety of reasons سيميكولون لا كولون سوري وبعدين البي سمول because they are shy كما nervous or don't feel at ease in society to appear sophisticated and older or to be part of the group the truth طبعا نقطه عشان دي جمله جديده تمام يبقى رقم بي اللي صح طب رقم سي بقى غلط ليه برضه نحدد بالمره كده بيقول لك people for a variety of reasons وبعدين كما لا المفروض تبقى دي هنا كولون طب اللي بعدها كانت غلط عشان هنا عمل لك because البي كابيتال بالرغم ان هي مفيش مش بدايه جمله يبقى كده الاولى اللي صح ملك said that the earth was flat not but I said it was طبعا في but فلازم قبلها كومه يبقى انا محتاج هنا كومه خلصنا الامتحان الحمد لله هو مديني 39 من 40 ليه بقى full report طبعا دي تمام صح هنشوف السؤال الخطا كان ايه عشان نعدله مع بعض انت شفافيه غير كده يا ولاد بحل معاكم الخطا بتاعي تاني 3 لا 2 لا يا بقى هو اللي غلطان مش انا هقول لك هنا في السؤال كان بيقول لك ghosts were mentioned in the passage كام ghost ذكر في القطعه تعال نشوف كده مع بعض اول واحد ذا فلو بوي ده واحد وبعدين بعدها بشويه كده قال لك another ghost تاني has been seen in the castle that of lady mary berkeley وقال لك ان هي واحده فضلت عايشه لوحدها بعد ما زوجها تركها ومشي فماتت والتاني also ايضا the white lady يعني ثلاثه لا يبقى انا اللي حليت صح والراجل ده اللي غلط يبقى كده خلصنا الحمد لله رب العالمين الامتحان كاملا 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 زي الفل اتمنى لكم التوفيق على كده انا جبت 40 من 40 ما تنساش تعمل لايك للفيديو السلام عليكم ورحمه الله